همبرجر من مطعم شيخ ميل قرب ساعة الحرية بشاف أسيف ابني أحميد. حي الله ابن أحميد. قلب بيها قلب بيها أقلب أنا عدك سمها طيها لأخونا السوري هو يقلبها أقلب. علي وياك علي عفية. وأخيرا انقلبت الهمبرجر. لك الطباخ شيف يقلبها شو اسمه شفرة واحدة. علي وياك ما تنقلب تنقلب ماكو شيء ما ينقلب يا سيد عباس. تطلع الباردان عفية. قرب أسواق عبودي أحلى همبرجر. أنت شيف درجة أولى. يا أخي شوف ما الطرش الطيب. واو الطرش الطيب. منين جبتوها الطرش؟ ماكو من بغداد. من أمريكا. من أمريكا. يو إس إي. باع الجبن، باع الهمبرجر. هذا الجبن. باع الجبن مو هذا مربعات يخلي موع. وعنده نوعية. حقن. باع حقنة. هذا مو الحقن هذا الثاني. هذا في نص حقن. اكو نوعية حقن. هما نادرة من اوكل الهمبرجر. هسه ندليهم مكان المطعم مال الهمبرجر. وين؟ عمودي شو اسم المطعم؟ شيك ميل. شيك ميل يعني افتح وجبة انت صار شيك ميل. شيك ميل صار لك 15 يوم ملتزم بالغداء. كل 15 يوم تفتح على الهمبرجر الزيد وزنك الشغل مفاصلك. يا سيد عباس مدرب كمال اجسام او خبير بالاغذيه الرياضيه ففتح مطعم يفتح فيه وجبه للاعبين بناء الاجسام. هسه راح يكمل الهمبرجرايات يصير خبلا عيوني نطلع برا نراويهم مكان المطعم وين. وهاي القعده هنا وهاي الكراسي والسبل 16 تبريد ثلج. وهاي القعده برا المطعم. وهذا سواق عبودي وذيك ساحة الحرية والفقمة وهذا شيت ميل. ومن أنا يطلع على المسبح ومن أنا الكرادة خارج. وتحية لأخونا سيد عباس وأحلى رماش وكل عام وأنتم بألف خير. المطعم اسمه شيت ميل وهذا بنية تضرب أزبري.